السلام عليكم، مرحبا فيك اخوي، نورتنا. الله يسلمك، نورنا. راح نبتدي اول شيء برايك في الحراك الثقافي في قطر تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بالنسبه لي ككاتب بدأت في اطلاق اول كتاب لي شيء من الروح في سنه 2019. اتوقع بدأت بعض دور النشر او انطلقت في ذاك المعرض اللي هو المعرض الماضي. نعم. قبل هذا المعرض، قبل جائحه كورونا، فلاحظت ان في ثلاث او اربع دور نشر جديده، واحده مختصه بالشعر، واحده مختصه بالادب بشكل عام، وواحده اختصت بالسياسه والتاريخ والاشياء الدسمه شوي. فما شاء الله يعني الموضوع قاعد يتطور بالنسبه لنا، احنا ماشيين يعني اتوقع يعني انا حسب رايي طبعا يعني بدايه خجوله شوي، يعني قاعدين نبتدي حبه حبه، لان في دول ثانيه دول عربيه متفوقه بهالمجال بشكل اكبر. يعني على ذكر اذا بنحدد مثلا اقدر اتكلم عن الكويت، لان الكويت ثقافيا وادبيا وفنيا متفوقه صراحه في الخليج بشكل عام، يعني في الخليج فهي باديه من قبل وعندها يعني عندها خبرات، واحنا قاعدين نتاثر فيها. انا قاعد الاحظ دور النشر القطريه تحاول انها تاخذ شويه اشياء، حتى من اشياء تسويقيه او نوعيه الكتب اللي تطرحها تاخذ يعني استلهامات من التجربه الكويتيه اللي هي اصلا ناجحه يعني صراحه. صحيح. ولهذا اصلا انا بعد لما اطلقت كتابي رحت دور النشر القطريه، لكن كان في عندهم شويه قيود ما احب اذكرها، بس انه ما صار نصيب، فرحت حق دار نشر الكويتيه وهي اللي اتاحت لي الفرصه اني اطلق كتابي الاول هذا. انت ذكرت التجربه الكويتيه، واحنا يعني اذا نظرنا للثقافه كصناعه فمن المهم جدا ان احنا نتعلم من تجارب الدول، سواء كان قطاع خاص او قطاع حكومي. كيف نقدر احنا نتعلم من هذه الدروس اذا صح التعبير؟ وين نشوف الاشياء اللي ممكن احنا نمارسها في الصناعه الثقافيه في قطر؟ احنا اتوقع بدينا نتعلم، يعني بدينا نستلهم الخبرات منهم، بس احنا ناقصنا يعني عندنا قيود كثيره للاسف. يعني مش حتى في المحتوى قصدك؟ مو بس حتى في المحتوى، يعني حتى ما ادري يمكن يحاولون يتقيدون باسماء معينه او بتخصصات معينه بمجالات معينه. حلو ان الثقافه تكون مفتوحه للجميع، اساس ان الكتاب المبتدئين ما يروحون خارج. صحيح. يعني خارج المجتمع ويروحون دور نشر خارج البلد، بالعكس لازم ان البلد هي تكون حاضنه. وانا لاحظت يعني خلال تجوالي للمعرض وكل سنه دائما احاول اتعرف على الكتاب الجدد، اشوف كتاب صغار ما شاء الله عليهم. صحيح. يعني توهم 17 19 صحيح. سنه وللاسف احصلهم بدور نشر مش قطريه، فاستغرب من هالتجربه. وايضا بعد لاحظت ان في ناس في دون نشر قطري ايضا، يعني ان في نعم. في هالمجال في برا وفي داخل. نعم. بس نحاول ان احنا يا ريت ان لو دور النشر تحاول انها تشجع اكثر. نعم. الكتاب من ناحيه الصناعه صارت دور النشر تركز على الربح اكثر. نعم. يعني صار دار النشر هو اللي يعني هو اللي قاعد يقود الحراك، قاعد يوجه الكتاب على مثلا حتى مجالات معينه، يقول هالمجال اكثر اكتب، هالمجال اكتب روايه اكتب. اي يقول اكتب روايه، ليش تكتب مقالات مثلا؟ او اكتب خواطر وتنميه ذاتيه، ليش تكتب في التاريخ ولا في الادب ما ادري الادب العام؟ فصار في ان دور النشر هي اللي تاخذ الحراك، توجه الدفه. هاي انا اشوفها شيء سلبي بالنسبه للكتاب. صحيح. بعد موضوع ثاني انه العقود اللي تكون مع الكتاب دائما فيها اجحاف لحق الكاتب، الكاتب هو اللي يسوي كل شيء، الدار نشر بدون كاتب ما عندها شيء، ما تقدر تقدم شيء. صح. بس الكاتب لما يكتب محتوى ويتعب عليه على سنتين ثلاث سنوات في النهايه ياخذ جزء بسيط جدا من المبيعات، يمكن 10% او 15%. وانا اشوف هاي اجحاف في حق الكاتب. طبعا. اللي بذل الجهد الاكبر. طبعا. في عمليه نشر الكتاب. صحيح. يعني. تعرف اخوي عبد الله، انا بعد كنت احاور احد الاخوان وذكر نفس الشيء عن موضوع الماده والمحتوى، ان كيف نقدر نحقق هذا التوازن، ان يعني هي في الاخير صناعه والربح شيء جزء من هذه المعادله، ولكن احنا كيف نقدر نحقق محتوى قيم وفي نفس الوقت ينباع؟ هل هذا متعلق بوعي الجمهور اكثر او بوعي القارئ؟ صحيح. هو في النهايه ما نقدر نحكم او ان نخلي المشتري ياخذ نوع معين من الكتب، يعني اذا الجمهور الوعي عنده للحين ما للحين مثلا ما راح على
يعني وايد يعني خاصة الجمهور هنا الحين لما نشوفهم خاصة البنات مثلا اللي تبون بداية مشوارهم القرائي دائما يحاولون يروحون حق الكتاب المشهورين صحيح. مثلا يروحون الكتاب المشهورين او مثلا يقرون في الشيء اللي دائما يسمعون عنه التنمية البشرية التنمية الذاتية مع ان الحق يقال ان التنمية البشرية والتنمية القرائية ما تكون في هذه الكتب بشكلها الضيق يعني بالعكس لو واحد يقرا كتاب في التاريخ راح ينمي وعيه وراح ينمي حسه النقدي مثلا او راح يتعرف على معلومات كبيره لو يقرا في التاريخ لو يقرا في حتى الشعر حتى الشعر عندنا صار شعر نبطي فقط لا الشعر الفصيح وين راح الشعراء القدامى اللي تركوا ارث كبير وينهم بالعكس لازم نقرا لهالكتاب او هالشعراء قبل ما نقرا الكتاب او الشعر اللي هو المحلي اللي بس يركز على ما ادري المشاعر او العواطف الشعر مش مجاله بس مشاعر وعواطف مجاله كبير من الهجاء والرثاء والادب والتوثيق ايضا فموضوع الموازنه هذه تكون من دور النشر من سياسات النشر حتى من سياسات الحوكمه الحكوميه من وزاره الثقافه مثلا وبعدين تشكيل الوعي صعب يبي له مده يبي له وقت بس الموضوع يحتاج وقت ويحتاج سياسات يعني في المجال نعم طيب اذا تكلمنا عن وعي الجمهور وكيف احنا نقدر ما راح اقول نسير بس نوجه التركيز للعامه على انواع جديده من الثقافه او انواع جديده من المحتوى شنو يقدر الكاتب او المثقف يقدم بهذا الشان خاصه بوجود وسائل الاعلام الحديث منها السوشيال ميديا وغيرها تمام حلو سؤال جميل انا لاحظت واحاول حتى في كتابي ان الكتب العميقه الدسمه للجيل الجديد ما يحاول حتى يدخل هالمجال ويقرا فيه نحاول ان احنا ككتاب دورنا ان احنا لما نقرا في هالمجالات نعيد صياغتها نعيد طرحها بطريقه تكون مناسبه لهذا الجيل مبسطه اي يعني حتى لو الافكار كانت فلسفيه وعميقه ودسمه ممكن احنا نسهلها بطريقه الطرح باسلوبنا اللي يواكب العصر اللي احنا فيه لان كل جيل وكل عصر له اسلوبه صحيح. فممكن احنا بدورنا ككتاب اكثر ان نسهل هالموضوع للجمهور القارئ ان نسهل اسلوب الكتابه ان نحاول ان نعطي مفاتيح للقراءه نعطي منهج للقراءه حساس انه ما يصطدم اصطدام معرفي وثقافي ان اللي يقرا كتاب وما يقدر يكمله ممكن نعطي مفاتيح للقراءه نعطي مداخيل نعطي مصطلحات ومفاهيم يقدر من خلاله يتشرب هالثقافة ويقدر بعدين يكون عنده الثقة أنه يقرأ في مجالات أخرى زائد بعد الكتاب أن نحوله بطريقة صوتية أو بطريقة مرئية هاي بعد شيء صار للأسف مو بالأسف سوري صار يعني لأنه صعب بس أنه صار ضرورة أنه ممكن نقدمه فلازم نحاول أن الكتاب بدل ما يكون ورقي أيضا نخليه مثلا على طريقة بودكاست ولا كتاب صوتي ولو كان مقاطع قصيرة أساس أن نشجع القارئ انه يستمع ويقرا في نفس الوقت. انت لك حضور على السوشيال ميديا عبد الله؟ حضور شخصي يعني عندي حساباتي. وهل من خلالها تقدم محتوى من المحتويات اللي تقدمها في الكتاب على سبيل المثال؟ اي انا احاول ان احط اجزاء واقتباسات من الكتب اللي اقراها، يعني هاي انا اعتبرها زكاة العلم او زكاة القراءة، انا اعتبر ان الواحد لما يقرا المثقف لما يقرا يحاول ان الاشياء اللي قراها يحاول انه يسهلها ويحطها في قوالب تعرفين الصور اكثر تداولا فيحطها بطريقه اقتباسات يتفكر يطرح الفوائد اللي يقراها من الكتب عشان الناس تقرا ويكون هذه زكاة للعلم واحاول ان حتى اثناء السفر والترحال لما احط صوره احاول ان دائما انا اهتم بالكتابه وبالصوره احاول ان اكتب يعني مثلا في انستغرام لما احط صوره اكتب كتابه او اكتب تجربتي في او موقف او لما تعرفت على الشخص اكتب عن الشخص دائما عندي محتوى بس انه يحتاج تسويق اكثر ممتاز اي نعم طيب اليوم احنا خلينا نقول موضوعنا او الثيم مالنا هو الارث الادبي وطبعا انت ككاتب وكمثقف وقارئ تاثرت بالارث الادبي سواء كان العربي او غير العربي فكيف احنا ككتاب وخاصه كتاب الشباب يتركون ارث مسؤول اذا صح التعبير للاجيال القادمه يعني لازم نسير على خطى الكتاب يعني اول شيء انا اشوف من مسؤوليات الكاتب قبل ما يكتب انه يكون مطلع على الثقافات الاخرى ويطلع على مجالات كثيره متعدده
مو بس يكتب لغرض الكتابة ولغرض الشهرة. لأن صراحة الكتابة لغرض الكتابة فقط أو لغرض الشهرة ما راح تتم، ما راح يكون أرث أبدا. يعني حتى سبحان الله لو تذكرين في التاريخ يعني في زمن الإمام مالك هو كتب موطأ، والموطأ اللي بقي إلى الآن يتداول كأرث موطأ الإمام مالك، مع أنه كان في موطأات كثيرة. هذا يعتمد على جودة المحتوى، على النية. احنا لازم بعد نشدد على الموضوع النية الحسنة في ترك يعني أرث وأجر مستمر. يعني حتى الكاتب لازم يقرأ يكون في باله انه يترك أرث ان الناس تستفيد منه بعد موته. يعني فلازم من مسؤوليتنا ان احنا نكون قراء جادين اول شيء. نعم. حلو بعد غير الاطلاع، بعد الاطلاع نكون عندنا قراءات موجهة على اساس ان ندش في تخصصات معينة نقدر نكتب فيها، ويكون الكتاب محكم وسهل للقراء، واخلاص النية لله، وان شاء الله راح يظل يعني. صحيح. وشفنا تجارب يعني. نعم. شفنا تجارب كثيرة، ناس مثل ما يقول لك ناس أموات وهم في الناس أحياء ومع أنهم أموات، ودائما نقرأ لهم يعني. صحيح. لأنهم عندهم سبحان الله سر، يمكن عندهم أسرار مع الله أو أسرار كتابية بطريقة الكتابة. صحيح. والأسلوب، والناس مثلا في السجون أيضا وكتاباتهم تتداول. فهذيل الكتاب ترك أرث احنا لازم نقتدي فيهم. انا اشوف لازم نحط لنا قدوات، عشان لازم دائما الواحد يكون عنده قدوه يمشي. نعم. وراها ويحاول انه يستفيد منها. صحيح. ونفس ما ذكرت في كثير كتاب يعني مش موجودين بس ارثهم متعدى زمانهم ومكانهم كذلك. صحيح. بس هذا يخليني اسالك سؤال، احنا دائما نواجه مطلب ان حريه الراي وحريه التعبير، في نفس الوقت يمكن في كثير كتاب ماخذهم الحماس ويمكن ما عندهم النضج الكتابي، فكيف نقدر نحقق هذا التوازن ان يكون المحتوى مش محتوى شخص نفس ما تفضلت انه يدور الشهرة ويبي يطلع، وفي نفس الوقت بدون ما نحط القيود اللي ممكن تكون منفرة للبعض؟ يعني ما فهمت بالضبط السؤال يعني، بس انه لان حرية الرأي عندنا مقيدة في النهاية، ما في حرية مطلقة. بس اللي شفته ان الناس اكثر شيء تقرأ تعبر عن ذاتها، ما تحاول تدش في مجالات مثلا مسكوت عنها. دائما تكتب في الخواطر، تكتب في النصوص الأدبية بشكل عام والمشاعر. بس اذا واحد بيدخل مجالات شوية واعرة لازم يكون عنده وعي، لازم يكون عنده له اسمه وله جمهوره، على اساس انه يقدر يدخل في مجالات يعني صعبه شوي، ممكن ان الواحد ينقده. وشيء نقطه مهمه بعد بالنسبه للكاتب، انه دائما الكاتب لما يكتب كتاب ترى هو يعرض نفسه للناس، يعرض نفسه للنقد. لازم يكون عنده القوه والصلابه وفهم الذات انه يقدر يتعامل مع الجمهور، يتعامل مع النقد. صحيح. يمكن أنا قصدي مش في المجالات الوعرة، بس أنا قصدي إنه كيف إن الإنسان يكون عنده مسؤولية، ويمكن هذه نفس ما تفضلت إنه يمر في مرحلة نقدية قبل ما يعرض الكتاب، يعني يعرضها على ناس ثقة. صحيح. يراجعون كتاباته ويكونوا صريحين معاه لحد ما، بحيث إنه ما يكسرون مجاديفه في نفس الوقت ما يطلع شيء يمكن يندم عليه بعد كم سنة. إيه الحين فهمت. صح. فهمت النقطة، إنه هو ما يعني ممكن يكتب بطريقة ويأخذ حريته. أيوه. في الكتابة. أيوه. بس ممكن إنه بعدين إنه يواجه القيود ويواجه. أيوه. مصاعب. صحيح. قيود مجتمعية في الأغلب، نشوف يعني نصوص يمكن ما تناسب المجتمع أو حتى ما تناسب الفرد عقب كم من سنة، يعني يشوفها بعدين يقول أنا ليش كتبت كذا، فهمت؟ فما يكون إرث حقيقي يعني. صحيح. للشخص. أنا واجهت هالشيء صراحة يوم بدأت بالكتاب. عرضت على أصدقائي وناس ثقة يعني من الكتاب المعروفين، قال لي عبد الله انت كتاباتك جيده واسلوبك في الكتابه جيد، بس في اشياء ممكن تندم عليها بعدين. فانا حاولت اني اراجع واشيل بعض الاشياء اللي اشوفها انها مش ثوابت، مش مبادئ. صحيح. يعني الواحد لازم يركز على المبادئ والثوابت. صحيح. وفي افكار انتقاليه. بالضبط. اذا وثقتها بتدش في. صحيح. بتدش في نقد وبتدش. أيوه. يمكن تندم عليها بعدين. صحيح. فاي حلو ان الواحد يكون عنده أصدقاء للقراءة، أصدقاء مثقفين يعرض عليهم الكتاب، دائرة قريبة. نعم. هي تكون تجربة أولية، بعدين دار النشر
دار النشر المفروض أنها تقدم النصيحة للكتاب الجدد يعني إذا تبحث عن قيمة حقيقية للكاتب وأن تكون يكون الكاتب عنده ولاء لدار النشر المفروض أنها تقدم له النصيحة الصادقة أن كتاباتك مثلاً بهال أو هالمقالة أو هالجزء ممكن انك تغير فيه شوي ان دار النشر عليها هالمسؤولية عندها مسؤولية كبيرة على الأقل في التوجيه والدعم الحقيقي للكاتب. نعم حبينا نتكلم اكثر عن تجربتك. انا استوقفني ان انت كنت او حد كان كاتب في المراجعة ان هذا مش اي كتاب, هي ما يتكلم عن مشكلة واجهها شخص او واجهتها امرأة, ولكن هذا شيء من الروح. فاذا ممكن تتكلم عن الكتاب اكثر. ايوه هو الكتاب مش هو شيء مش رواية ولا وله خواطر ونصوص يعني نبعت من مشاعر, لا الكتاب فكري في المجال الأول. يعني حتى لو واحد لما أقول حق الشخص أنه مجال فكري كتاب فلسفي يحاول يستصغر الموضوع أو يستصعبه أنه ليش الكتاب بسيط وتقول أنه فكري فلسفي, بس هذا اللي أنا كنت أطمح له أن أنا لما أقرأ في الفلسفة وأقرأ في علم النفس في المجالات الصعبة لما أقرأ كتابين ثلاثة في نفس الفكرة نفس المجال ليش ما أنا أطلع هالأفكار اللي قرأتها على شكل بسيط بشكل مقالي. صحيح. فالأفكار أو المقالات اللي عندي أنا في الكتاب العناوين ممكن تكون ضخمة وكبيرة مثل سر الموت أو سر الحياة أو عن الحرية بمعناها الواسع, عن التدين, عن اللغة وعلاقتها بالهوية, عن التطوع, عن الأمن الإلكتروني والأمن الحياتي الزائد. في مجالات يعني مختلفة متنوعة, بس اللي يجمع هالشيء هو قراءاتي أنا. فالكتاب كان يحاول إنه يطرح الأفكار الصعبة بأسلوب بسيط لأن هذا الهدف من الكتاب إنه أخلي الناس اللي ما تقرأ وايد تبتدي تتشجع أنها تدخل وتقرب هالأفكار وتكون سهل عليها أنها بعدين تهضم كتب أقوى. يعني كل مقالة ممكن بعد ما واحد لما يخلص المقالة أو الفكرة يقرأ كتابين ثلاثة في هالمجال, لأن أنا فتحت مجال كبير. هذا كان هدفي من الكتاب, يعني كبوابة حق إنسان اللي حاب أنه يتوقل في الموضوع أكثر. أيوة يكون مثل ما قلت لك مفتاح للقراءة. صحيح. أو القراءات أخرى. صحيح. ويكون ملم بالمصطلحات, لأن أنا كل فكرة أشرحها لما أتكلم عن المصطلح أحاول أن أتكلم معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي وأتعمق في المصطلح, يعني فيها فلسفة مصطلحات ومفاهيم. فأنا أؤمن أن اللي بيقرأ الكتاب أنه بيشوفه سهل وبيشوفه مثري عقليا وفكريا, وأيضا رح يسكر الكتاب ويفتح كتب كثيرة جديدة. ممتاز. فيكون مدخل جديد للمدخل جيد للقراءة المبتدئة. أيوة. وتحس عبدالله أنك حققت هالشيء من المبيعات والناس اللي تشارك آرائها في الكتاب, تحس أن أنت حققت الهدف منه؟ صراحة إيه, أنا عندي رضا, يعني عندي رضا تام عن اللي حققته. حتى في المعرض اللي كان 2020 بداية 2020 قلت لك مثل ما قلت لك ان دار نشر كويتية جابوا لي نسخ محدودة وثلاث ايام قعدت انا في المعرض اسوق الكتاب وراح, ويعني تمت بعدين 4-5 ايام ما عندي الكتاب, فكنت اشعر بالندم شوي. فاي لا الناس ما تعرف الكتاب لما تمسكه ممكن تقول انه رواية من الغلاف او من المسمى, فلازم الكاتب هاي مسؤولية كاتب لازم يكون موجود في دار النشر انه يسوق حق كتابه انه يبين للمشتري ان انت شنو الكتاب تبحث عنه وترى ان كتابي هذا ترى بيفيدك. صحيح. إيه. فدائما الناس اللي يجون ممكن ما يكون يبحث عن هالكتاب, يقول الله ابي روايه او تنمية ذاتيه, بس لما تكلم عن الكتاب يقول اوكي باخذه. ايوه لانه شاف ان هالكتاب يلبي اهدافه القرائيه. وجود الكاتب نفس ما تفضلت جدا مهم في دور النشر عشان هو يشرح عمله, هو اقرب الناس لعمله. صحيح. فاكيد هو الاولى بانه يشرح له. مشكور جدا يا عبد الله, انا جدا فخوره فيك واتمنى لك كل التوفيق. اذا في اي كلمه حابة توجهها للكتاب للكتاب وللقراء, اتمنى ان الواحد او للكتاب انه ما يستعجلون بكتابه الكتاب, ان انتظر موضوع الشهره وموضوع ان يكون انا عندي كتاب. موضوع الكتابة يحتاج إلى نضج ويحتاج إلى وقت. يعني أنا الحين مثلا خلصت كتاب جديد مجال جديد, بس بخلي الكتاب على جنب سنة سنتين أخلي ينضج معرفيا, أنا أنضج معرفيا, أقرأ أكثر, أتوسع أكثر. فالكتاب دائما يحتاج إلى نضج معرفي. وقال الأديب العالمي جابرييل غارسيا ماركيز, هاي طبعا من الكتاب اللي أحب أقرأها في الأدب الأمريكي اللاتيني, يقول الكتابة هي عادة الكتابة. الكتاب لما يكتب ما يكتب مرة واحدة. حتى كتاب مثلا الروسيين دوستويفسكي مثلا ولا تولستوي
كان يكتب كتاب ويشقه ويقطه ويكتبه مره ثانيه، يعني فيها عمليه مستمره. فللكاتب اقول له ان انتظر على كتابك وحاول انه ينضج. للقارئ اقول انه اقرا بشكل جدي، يعني صح انك بديت قراءات مثلا كتب كثير وكذا، بس حاول انك بعدين تدخل في مجالات اعمق تكون قراءاتك جديه وموجهه. صحيح. شكرا جزيلا عبد الله، وشكرا لوقتك ونقلك للخبره هذه. الله يجزاك خير. مشكور. ما قصرت.